مرحبا، السلام عليكم جماعة الخير. مرحبا بكم في لاشين ديال كيرفورماسيون، معكم الشيخ بعلام. اليوم الخميس كما العادة سنكملو ان كور وكي بديناها في الكتريسيتي باتيمون، سنكملو مع الكتريسيتي باتيمون. نعاود نقولو لي دي جونكتور، كنت حكيت ديجا على لي كورب دو ديكلونشمون، واليوم سنفهمكم واش هي ان كور دو ديكلونشمون. كامل شفنا ان دي جونكتور بي ساز ميتال، ولا هذا كي تروح تشري جينيرالمون تلقى هذا سي 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 16 سي 10 سي 32 سي 25 اكسيتيرا لو كا لو كا 40 لو دي. وي هذه عرفناها، ومام كاين ناس كي تسقسيه واش هذا البي واش هذا الدي واش هذا، يقول لك كور دي كور. بصح واش هي لا كور، واش هي لا كور؟ هذا هو السوجي تاع هذا الفيديو. هذا واش هي لا كوب؟ دوك شوف، قبل ما نروحو لا كوب وكلش، مادا بيا نبريبارو الحالة، نروحو غير بالعقل. دوكا دوكا شوف، عندي الوادون يقول لك يقال اري ياخ لا ريزيستونس فوا لو كورون، تعطيك لا تونسيون. الا كانت عندي اون ريزيستونس تاع 100 اوم 100 اوم كي نعطيها فاز و نوتر، شحال تعطيني كورون؟ تعطيني 2.3 امبير، 230 نقسمها على 100 ياخ. هذا هو حساب مات. لو كان نبدل هاد لا ريزيستونس، ندير ريزيستونس واحده اخرى تاع 10 امبير، نقص لها واش راح تعطيني؟ تعطيني 23 امبير، الكورون كبر هكذا. لو كان نزيد نقص اكثر، ندير 1 امبير راح يبدل لي كورون كبير بزاف 230 امبير، باسكو 230 سير 1 يعطيني 230، وهذا ديجا هذا يقدر يدير لي مشكل. الور لا، لو كان لا فاز توشي نوتر ضربة لا فاز لو كان توشي نوتر، واش معناتها لا ريزيستونس شحال راح تكون؟ تقريبا تساوي الصفر. حنا قلنا هنايا ميتال 0.01، ميتال 0.1 ولا 0.01، واش معناتها؟ معناتها لو اي راح يطلع لي 2300، معناه ان كل ما لا ريزيستونس تنقص قد ما لو كورون يزيد. ونهار الفازة توشي نوتر قلنا ريزيستونس تقريبا تساوي صفر، معناتها الكورون راح يكون كبير. تقول لي ومن بعد عندك ديغا كارثة، بيسك الكورون كبير هذاك انت كي تلحق لي 1000 امبير، حاجة الأولى بعد شهر تقدر تكسبلوزي، يقدر يطردك وحدة. إلا ما طردكش سير راح يكون انسونتي حريق هكذا. إذا أخف الأضرار واش راح يكون عندك؟ اللي فيه الالكتريك هذاك لي زونون تاعهم، فيه لي زونون هذاك من الفوق يقدر يتلف يتحرق يدير، وداخل الانستالاسيون الى فيلي ولي توشي خاه عزاقات، لازم تعاود كاع الانستالاسيون تاعك كاع لي فيلي الالكتريك تاعك راح. وبيان سور فيه مشاكل واحد اخرين. دونك المشكل كورون دو كور سيركوي، كاين مشكل واحد اخر دوك نجيو ليه. كورون دو كور سيركوي انا تفاهمنا عليه وشنو هو طبيعه تاعو، لا ناتور ديالو شي هي كورون، ما هي طونسيون ما هي بويسونس ما هي انرجي ما والو. الكور سيركوي هو كورون كبير، لا فالور تاعو كبيره، تجي ضربه وحده دير لي ديغا في الانستالاسيون تاعي. لاباس تفاهمنا المشكل، تفاهمنا عليه الحل ديالو ماهوش دي جونكتور. ما تقوليش دي جونكتور، الحل في دي جونكتور، باسكو كاين دي جونكتور ما فيهمش بروتيكسيون مانيتيك، ما يصلحليش، ما تكونناش كيما جماعه تاع 20 سنه اكسبيرينس. الحل هو بروتيكسيون مانيتيك، حمايه مغناطيسي. الا ترو ماركي هنايا راه عندي سيمبول، عندي رمز اللي هو هذا يحب يقول السيمبول تاع لا بروتيكسيون مانيتيك. واش حبيت تقول لي بلا بروتيكسيون مانيتيك؟ وشنو هاد لا بروتيكسيون مانيتيك؟ هي هاد الديجونكتور هذا لو كان نحلوه لداخل شح نلقاو بوبينه. هاد البوبينه هادي ميتال، دوك هاد الديجونكتور هذايا 20 امبير يا 20 امبير، كي يجوز عليه ميتال 10 15 17 18 امبير 18 امبير لا باس. بيدير حنا نعرفوا بلي بوبينه كي يجوز عليها كورون كيفاه تولي لي كوبسي مغناطيس، درت حتى مسمار ولا يترفدو تولي مغناطيس عادي. مي القوة المغناطيسية هاديك راه يقيس لو كورون راه يمشي فيها، باسكو عندي 17 امبير، قيس 17 امبير هذا واش كاين داكوغ. كي يجي 1000 امبير
معناتها القوة المغناطيسية هذيك رايحة تكبر وتولي قيس الميل أمبير هذاك اللي جا، معناه شرك يطيح بهذيك القوة المغناطيسية هذيك نطيحو الديجونكتور هاك لاباس. فو دير المشكل هو كور سيركوي اللي هو كورون كبير أو جيني. الحل وشنو هو؟ هو حماية مغناطيسية. وعلاه مغناطيسية تفهمنا بالبوبينة كي يجوزها كورون تولي كومسي مغناطيس صافا. الحل تاع كور سيركوي هو حماية مغناطيسية. مليح حابك تزيد تفهم حاجة تريز امبورطونت كو لا بروتيكسيون مانيتيك هي حماية بون نقولو انستونطاني مي نحطو تحتها سطر ما راهيش فريمون انستونطاني مي نقولو انستونطاني فو دير غير يصرى لو كور سيركوي تكون معاه في نفس اللحظة تكون معاه فراكسيون سيكوند تكون معاه هكذا خاصية تاعها جاية هكذايا صح. شوف دوكا نروح نشوف ديفو الدوزيام باش هذا كاع عيطك باش نتفاهموا على لاكور واش هي لاكور بيسكو لازمنا نتعمقوا داخل دي جونكتور مانيتو تيرميك. هنا عندي لو كاليبر كاليبر ديالو هذا وهنايا وباين هنا عندي 20 امبير لو اي ام تي صح. قلنا مقبل كنا في 17 امبير ما صرا والو لو كان ميتال ما نعطيلوش با نعطيلو ميتال 21 امبير واش راح يصرا 21 امبير كاين هنايا راني نحب نفهمك لا سور شارج سور شارج لو فات باش نقول سور شارج لا شارج الديفو من راه جاي راه جاي من لا شارج فو دي الكورون راه جايني من لا سفيدي كي نزيدو لا شارج تحت هذا الديجونكتور هذا يلحق لنا ال 21 ال 21 هذه الديجونكتور ما يطيحش او ما يطيحش صف اذا قعدت نتايا بلا شارج تاعك 21 نقولو ميتال واحد ربع ساعة فهمي مركتها 21 وقعدت 21 هكذاك واحد ربع ساعة ولا هنا الديجونكتور يطيح ربع ساعة تاعك بال 21 صح ماشي 21 يا خويا 28 كنا هنا كنا في 17 كنا في 17 وما كتشك طلعنا في دير بلاصيت كش حاجة بلو فونتيلاتور بلاص فريجيدر عفسة شيء هكذا درت شارج واحدة أخرى كنت في 17 طلعت ل 28 دي جونكتور يطيح ما يطيحش بصح كاينة حاجة الوقت تاع لو ديكلونشمون ينقص أوليو مقبلة قلنا في ال 21 عندك واحد ربع ساعة هنا قادرة تولي 105 دقايق ولا ويطيح معناه أني لو كان زيد أوليو 28 نولي في 60 ولا 100 أمبير ولا تولي غير طلع الديجونكتور هذا يطيح نقولوا رانا دخلنا في لابروتيكسيون مانيتيك دونك ديفو الدوزيام باش نرتبوا الأمور تاعنا الديفو الدوزيام هو لا سيرشارج زيادة الحمل لا سيرشارج هذه تجيني من لا شارج دوك تا شحال حطيت لا شارج من تحت دي باسيت 20 امبير تاعك قلنا يشد وقت هذه هي الحل ديالها الحل تاعها اسمه بروتيكسيون تيرميك حمايه حراريه كيفاش تصرى الحمايه الحراريه وكنت اسبليكيتها من قبل اللي حاب يعاود يقول لي هذه انا حبيت بالعاني ندير الرابيل صغير هكذايا باش نسيسيون اللي حاب يعاود يقول لي فيديو تاعي يعاود يقول لهم في ذاكره فورماسيون على اليوتيوب نروح نشوفوا هاد لاكورب هادي هاي هادي هي لاكورب دي كي نقول سي دي اكسيتيرا اليوم الا كتب ربي في هاد الفيديو سي نفهموا سي كوا لاكورب واش هي لاكورب ومن بعد ندخلوا بلوس دي ديتاي ها هادي كورب منحنى كورب معناتو منحنى شوف عندك هاد لابارتي هادي يقولوا لها لابارتي تيرميك هادي هي الحمايه الحراريه هادي الحمايه الحراريه هاي نيك ديكراشمون تيرميك وهنايا لا بروتيكسيون مانيتيك صح هادي هي دوك واش كنا نحكو في لا بروتيكسيون تيرميك مثال في ال 21 شوف ال 21 وين طيح لي 21 تك 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 طيح لي هنا
لو تي هنايا لو طون ديكلونشمون الوقت الوقت تاع ديكلونشمون اوب شوف شحال حيطيح ليه هذا وقت كبير هذا وقت كبير شوف وقت كبير باش ديكلونشي في ال 21 لو كان ندخل هنا في ال 28 شوف هنايا 28 ولا باش انا 30 ولا هكا شوف الوقت راح يكون سي نورمال الوقت راح يكون صغير ومن بعد نزيد في لافالور نزيد 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 حتى ندخل هنا كيما قلت لك 200 امبير لو كان ندخل واحد لافالور هذيك يقول لي اي ام الكورون مانيتيك انت كي ندخل في لو اي ام هذاك خلاص هنايا في درت ولا طلع دي جونكتور يطيح في هنا دخلت في لابارتي هنا دخلت في الحمايه المغناطيسيه هنايا دخلت في خلاص ما راكش في لابروتيكسيون تيرميك راك في لابروتيكسيون ماني بيسك لافالور تاع لو كورون هذاك كبير بزاف تفاهمنا تفاهمنا الحمد لله دونك لا كورف دو ديكلونشمون فيها اون بارتي تيرميك اون بارتي مانيتيك واش تحبني نقول لك دوكا هنايا راني فهمتك كيفاش نقدروا نقراو لا كورف دو ديكلونشمون سينو ال 20 امبير هذيك تاع تاع دي جونكتور تاعي بون هذايا اون كورف وخلاص فيدير كي نقول لك انا لو اي ان فيدير الا كان عندك دي جونكتور تاع 16 وراه 16 تاعك راهو هنا هذا هذا هو 16 امبير هذا هو لو اي ان هكذا انا متفاهمين لكن 20 امبير 20 امبير 32 32 امبير هنا 32 امبير هنايا يقولوا له لو اي ام ديكلونشمون مانيتيك هنايا ديكلونشمون مانيتيك ومن بعد هنايا هاد في هاد لا فالور هادي وهنايا هادي يقولوا لها هنايا خلاص في دير لو كان يجي هنا هذا واش كاين هنايا لا بروتيكسيون مانيتيك في دير هنا لي كول سيركوي كي صرا هذيك اللي قلت لك عليه 1000 امبير و 900 امبير اكسيتيرا هنايا راه هنا راح ديكلونشي في دير حتى الديجونكتور عنده طاقه ما يقدرش يزيد عليها اكثر في دير لو بوفوار دو كوبير لو كان يجي ان كور سيركوي كبير دو سورتي دي باسي هاد لا فالور هادي يا خويا الديجونكتور تاعك خلاص يتحرك ما بقاش هذا يقولوا له لو بوفوار دو كوبير وما كاش ديجونكتور ما عندوش ما يكتبوش فيه لو بوفوار دو كوبير جينيرالمون تلقاه يكتبوه 3000 امبير 4500 تلقى 6000 امبير 6000 امبير تسمع فيها 6000 امبير هكذا D'accord. Donc, Hanaya, c'est le pouvoir de coupure. Ça va. La base, pour l'instant, où je te fais amener, là, la courbe de déclenchement, ou le, les points les qu'il y a là, etc. Parce que, خلاص, l'hikaya, là, mazal, l'hikaya, mazal, n'a de cas, un ferroco, ma bine, لا كورب سي لا كورب دي لا كورب بي لا كورب كذا هذا الشيء هذا يكتب ربي ان شاء الله نسيو نديروه في الفيديو الجاي الى حب ربي ان شاء الله نذكر باللي كاين فورماسيون كامل لي فيديو هذوما تاع الكتريسيتي باتيمون تقدروا تلقاوهم على لو سيت تاعكم ذاكره.com مرتبين وقراهم غير بعقلك تشوف فيديو تحب تعاودو تحب كذا الوقت اللي تحب تشوطي ما بين لي فيديو دبر راسك في لو سيت تاعنا ذاكره.com نذكر تاني باللي دوكا زدنا حاجه جديده اللي هي لو كيسيام هذا هنايا الكيسيام هذا يعني عندك كيسيام في الكيسلي باتيمون 100 سؤال 100 سؤال في الكيسلي باتيمون تكليكي تجاوب على هذوك الاسئله وتشوف الريزلت تاعك كيسيام في الكيسلي اندستريال كيف 100 سؤال اللي حاب يشوفهم في السيت تاعنا ذاكره.com هادو لي نيميرو تيليفون ما راهمش بور لي كيسيون تكنيك دائما نعاودوها هذا السيت ويب اللي راني نحكي لكم عليه ذاكره.com واش عندي نقول لكم اتهلاو بزاف في رواحكم صحه رمضانكم ونتلاقاو الخميس الجاي والاثنين ان شاء الله نسيو نديرو ان ريبونس كيما العاده دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.